الفيوم فيها البحيرة بتاعت قارون، بحيرة قارون دي برضو فيها شواطئ وفيها قعدات. في قرية تونس، دي قرية بتعمل أعمال الخزف، الناس اللي بتخش جواها بيتعلموا ازاي يعملوا خزف، يعني يعملوا زي قلة، يعملوا زي طبق، يعملوا زي فازة اللي هو بالصلصال بالطين، الطين الأسواني. تعرف كمان ان في ناس بتروح تعمل ده، الحاجات اللي بالطين الأسواني ده، في بعض الدكاترة كانوا كاتبين دراسات ان انا لما استخدم ايدي في الطين ده والحاجات دي، ده علاج لبعض الاكزيمات وبعض الامراض الجلدية حتى. طبعا لان الطين ده حاجة طبيعية، وبيطلع الطاقة السلبية كلها، وتحس ان انت ايه، بتستمد طاقتك من الارض المصرية اللي عارف اللي هي الام طبعا، يعني تاخد الطاقة اللي طالعة لك من الارض. فده حلو قوي برضو، يعني لازم تجربوا التجارب دي، يعني دي حاجات حلوة، انتوا بس هتعرفوا جمالها لما تجربوها.